إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في شهادة تعليم متوسط ل 2011، يعني بيام 2011. في التمرين الأول، السؤال الأول قال تحقق بأن نشر من أن، يعني ننشر هذه العبارة فنجد هذه العبارة. إذن التحقق أن، تحقق بالنشر من العبارة، العبارة التي هنا أمامكم. سنقوم أولا بكتابة العبارة. 2 إكس ناقص 1 في إكس ناقص 3 تساوي. نبدأ، يعني ننطلق من هذا المكان، من هذه الجهة، ونصل إلى هذه الجهة. إذا نقول هكذا: 2 إكس في إكس، إكس في إكس هي جمع الأسس، هذا أسه واحد وهذا أسه واحد، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم 2 إكس مربع، لأن عندكم 10 مثلا في 10، كم يساوي؟ يساوي 10 مربع. لماذا؟ لأن قمنا بجمع أس هذا العدد وأس هذا العدد فأعطي لنا 2. كذلك إكس في إكس هي إكس مربع. ثم ماذا؟ ثم ننشر هكذا: 2 إكس في ناقص 3 كم تعطي لكم؟ 3 في 2 تعطي لنا 6، إذا تعطي لنا ناقص 6 إكس فقط. ثم ننشر هكذا: ناقص 1 في إكس تعطينا ناقص إكس، ثم ناقص 1 في ناقص 3، الناقص في الناقص يعطي لنا زائد، إذا تعطي لكم 3. لاحظوا، نكمل. هذا قوة منفردة، يعني لا يوجد معه من يرافقه، إذا تبقى هكذا. لكن هذا مع هذا ننتبه، عندكم ناقص هكذا، يعني أضيف هكذا، أجعل ناقص 6، وهذا عنده ناقص 1 في إكس زائد 3، تعطيكم ماذا؟ تعطيناكم ناقص 2 إكس مربع، ناقص 6 وناقص 1 تعطيناكم ناقص 7 إكس زائد 3. لاحظوا إنها نفس العبارة التي طلبت منا. إذن ومنه 2 إكس ناقص 1 في إكس ناقص 3 يساوي هذه العبارة فقط. هذا إذن سؤال، عفوا، هذا سؤال واحد، جواب واحد. الجواب الثاني، ننتبه الجواب الثاني، قال لتكن العبارة أ هي أمامكم. إذن اثنان، قال لتكن العبارة أ تساوينا 2 إكس مربع ناقص 7 إكس زائد 3. انتبهوا جيدا، انتبهوا، هذه العبارة لو تلاحظون، سأعيد هنا وأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الشرح. لاحظوا جيدا، لو تلاحظون إلى هذه العبارة، إنها نفسها ماذا؟ نفسها هذه العبارة. لاحظوها جيدا، أن هذه العبارة هي هذه. انتبهوا الآن، ما هو؟ قال حلل، إذن أن يعني تحليل أ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. هو سؤال بسيط إلا أنه يحتاج نوع من التركيز. إذا نقول أ يساوي، أعطيت لنا العبارة ما هي؟ هي 2 إكس مربع ناقص 7 إكس زائد 3 زائد 2 إكس ناقص 1 في 3 إكس زائد 2. ننتبه، إلا أن قلت، لاحظوا هذه العبارة هي نفسها هذه العبارة. إذا ماذا؟ سنأتي بهذه العبارة، انتبهوا، إلى هذا المكان وعوضها هنا كما أشير. ماذا تصبح؟ تصبح هكذا: أ يساوي ماذا؟
يساوي 2 إكس ناقص 1، لماذا؟ في إكس ناقص 3 زائد 2 إكس ناقص 1 في 3 إكس زائد 2. لاحظوا هنا، ها هو حد وها هو الحد الآخر، وبينهما ماذا؟ بينهما الزائد. ما هو العامل المشترك الذي يمكن أن أخرجه من هذا الحد وهذا الحد؟ أكيد أنتم تنظرون إليه. لاحظوا ها هو الحد، العامل المشترك، لو تلاحظون هو نفسه العامل المشترك لهذا الحد وهذا الحد، يعني يصبح آ يساوي، ننتبه ماذا يصبح يساوينا؟ يساوينا 2 إكس ناقص 1، هذا هو العامل المشترك. لاحظوا نزعناه من هذا المكان، ماذا بقي؟ بقي هذا فقط، بقي إكس ناقص 3. لاحظوا عندنا الإشارة ما هي؟ زائد، احذروا إن كانت ناقص هنا ناقص، زائد ماذا؟ بقي ماذا؟ قمنا باستخراج هذا، بقي لكم هذا فقط، 3 إكس زائد 2. نكمل آ، لا تكمل النشر بل التحليل، يعني هكذا ناقص 1 في ماذا؟ سأقوم بجمع هذا مع هذا، إكس زائد 3 إكس، يعني حبة زائد 3 حبات تعطينا 4 حبات هكذا. وعندي هذا مع هذا، 2 ناقص 3، بما أن أفعل عملية الطرح وأخذ إشارة العدد الأكبر في القيمة المطلقة، يعني هكذا، هذه هي تحليل آ بكل بساطة وانتهى الأمر. نأتي إلى السؤال الأخير، حل المعادلة 2x ناقص 2x ناقص 1 في 4x ناقص 1، لو تلاحظون وهي نفسها آ، لاحظوها جيدا، لاحظوا إلى هذه القيمة وهذه القيمة، أنا أشير إليها هنا، لاحظوا أليس هذه هي آ نفسها؟ يعني يمكن أن نقول حل المعادلة آ تساوي الصفر. نبدأ بكل بساطة هكذا، إذن حل المعادلة ما هي؟ 2 إكس ناقص 1 في 2 في 4 إكس ناقص 1 تساوي، عفوا نعتذر، إذا قلنا 4 إكس ناقص 4 إكس ناقص 1 تساوي الصفر، إذا حل المعادلة. لاحظوا عندكم شيء درستموه، هو أن جداء عددين آ في ب يساوي صفر، ماذا يكفي؟ يكفي آ يساوي صفر أو ب يساوي صفر، درستم هذا في الرياضيات، جداء عدد يساوي صفر يعني أحدهما يساوي صفر أو كلاهما، إذا يعني يصبح ها هو ما أنا أشير هنا إليكم، ها هو مثلا الآ في، ها هي الفي في ماذا؟ في ماذا؟ في ب يساوي صفر، يا إما هذا يا إما ماذا؟ يا إما هذا، يعني يصبح لكم ماذا؟ يصبح 2 إكس ناقص 1 يساوي صفر، أو ماذا؟ 4 إكس ناقص 1 يساوي الصفر. بما أنها معادلة مدرجة الأولى، نرجع هذا العدد إلى هذا الطرف، وكذلك هذا العدد إلى هذا الطرف، أي ماذا؟ أي إكس 2 عفوا، أي 2 إكس يساوي نا يغير إشارته 1، وهنا ماذا؟ أي 4 إكس يساوي نا 1، لكن ننتبه جيدا، سنكمل هنا العمل، ننتبه، تصبح بما أن هذه تقرأ 2 في إكس يساوي نا 1، إذا انتقل هذا العدد الذي يضرب في إكس يذهب إلى المقام، هذه قاعدة احذروا منها، يعني يصبح إكس يساوي نا
ماذا؟ يصبح واحد على اثنان، حتى وإن كانت هكذا. لاحظوا اثنان إكس يساوينا صفر، أي إكس يساوينا صفر على اثنان. قاعدة هذه، دائما هذا العدد يذهب إلى المقام مع إشارته، هذه يعني للتذكير فقط. لكن نكمل، إذا قلت ها هو إكس، نأتي إلى هذا المثال، هذا الحد الثاني. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا، نأتي هنا نكمل، تصبح إكس يساوي ماذا قلنا؟ هذا يذهب إلى المقام هنا، يصبح واحد على أربعة، يصبح مجموعة الحلول S. الحلول ما هي؟ الحلول هو الحل الأول، هذا هو الحل الأول لأنه هو الصغير، واحد على أربعة، والحل الثاني هو النصف. إذن هذه هي حلول معادلة هي التي أشيرت إلينا في الفيديو في نص التمرين التي هي نشير إليها هي الآن. ها هي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو. شكراً.